بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من خلال هذا اللقاء أود أن أوجه نداء إلى جميع المواطنين والمواطنات بالذهاب إلى صندوق الاقتراع والتخلي عن العسوف، الذهاب إلى صندوق الاقتراع من جهة السويت لصالح. إحنا ماذا بينا نصوت لنا صوت رقم 7 التحالف الوطني الجمهوري، وفي حالة واحد ما بغاش يصوت المهم ما يقطعش يصوت لمن بغى. وإحنا اليوم نوجه نداء ثاني للناس اللي راهم يديروا راهم يتفاتلوا بيناتهم منا ومن هذا الحزب، ماذا بينا هذا عرس يكمل والناس تكون بعضها البعض وما حتى واحد ما يقصف في واحد، حتى واحد ما يشتم واحد، والحمد لله هذا كل شيء يفوت، راه فاتوا حوايج اكثر من هذا. وماذا بينا جماعه اللي باغينا ويصوتوا علينا، رانا ان شاء الله ربي يشوف باللي كان فيها خير علينا والمسلمين الله يجيبها، وكما فيها هما الروح يطلبوا لنا ربي باش الله اللي وصلنا لها كما فيها خيرتنا وخيرت المسلمين. وان شاء الله هذا هو الشيء اللي نمشيو ناكد عليه، ماذا بينا الناس تصوت، لان هذا العرس كاين صوتوا ولا ما صوتوا، ولكن ماذا بينا كما يقولوا ربح الهمه صوت وخلي الشرعيه تفوت، لان الدوله قائمه والرجال كاينين والحمد لله وكل شيء يفوت ان شاء الله. وماذا بينا الناس تدير يديها في بعضها ويضحكوا ويلعبوا، وكلها كل الاتجاهات كل واحد يمشي الاتجاه اللي بغاه، وهادو حزادي التيارات كلها وداك الشيء، ومن بعد من هنا للسانك نولوا ليد فليد وما كان والو والناس ما كان لاش تفاتنوا. وهذا ضيف الى ذلك كاين حاجه، الناس راهي تشري الذمه نتاعها، تبيع كرامتها، ماذا بينا ما تبيعوش كرامتك. الانسان يمشي بعقله ويمشي يخمم ويمشي معاه، مانيش نقول لك نيشان مشي معايا، وانما ما تبيعش كرامتك، ما تبيعش، راه اللي يبيع كرامته راه يشريك هذاك اللي يشري قارو يكمي وقت يوصل في طريطيش غدوه. واش تقول لي؟ تقول لي انا صوت عليك؟ يقول لك انا شريتك، واللي شرى يعزل، يقولوا واحد المثال شعبي يقول لك اللي شرى يعزل. ماذا بينا تفطنوا روحكم وتكونوا في مستوى الحدث وتصوتوا اللي بغيتوه، تخدموا الضمير تاعكم يكون يخموا بالضمير تاعكم، والله اعلم ما اقول شاهد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.